السلام عليكم ورحمة الله. درسنا الثاني فتح الإكس كود وبناء مشروع جديد. لفتح الإكس كود هناك عدة طرق. الطريقة الأولى من خلال السبوت لايت، ونكتب إكس كود وسيظهر لي البرنامج والضغط إنتر، أو من خلال اللانش باد وسنجد أيقونة الإكس كود نضغط عليها. ويفضل لسرعة فتح الإكس كود نضع له اختصار على الدوك بالأسفل هنا بالزر اليمين على أيقونة الإكس كود، ثم نختار Options وكيب إن دوك. الشاشة الافتتاحية للإكس كود نقدر نفتح منها المشاريع السابقة مرتبة طبقا للأحدث إلى الأقدم، أو نعرف منها رقم إصدار الإكس كود من هنا Version 7، أو من خلال إكس كود About إكس كود معلومات عن الإصدار. وممكن ننشئ مشروع جديد من هنا، أو نجعل الشاشة دي ما تظهر لناش تاني من خلال إلغاء تصحيح هذا الخيار حتى لا تظهر الشاشة دي كل مرة أفتح الإكس كود. أختار مشروع جديد. طبعا الإكس كود ده بيستخدم لعمل برامج، سواء كانت iOS، آيفون، آيباد، آيبود تاتش، أو سواء كانت لساعة أبل ووتش، أو سواء كانت برامج للـ OS X. وفي النسخ القادمة من الـ Xcode سيمكنها أيضا بناء برامج لأبل تي في. أختار من هنا المنصة اللي أنا عايز أعمل لها البرنامج بتاعي، وأختار نوع البرنامج من هنا. الفرق بين البرامج دي، بين أنواع البرامج دي، باختصار أبسطهم في الاستخدام السنجل فيو أبليكيشن. ده بيخليني أنشئ تطبيق عبارة عن شاشة واحدة. الفيو هنا معناها إيه؟ السكرين بتاعي بتاع الآيفون ده عبارة عن إنه في شاشة واحدة أحط عليها الأدوات بتاعتي وأشتغل بيها. عندي التابد أبليكيشن ده حاجة كده عاملة زي برنامج التليفون، نفتح سيميوليتر عشان نشوف مثال. الشعار ده هيظهر لي أول مرة أشغل السيميوليتر بإصدار معين من الموبايل. والسيميوليتر ده برنامج مهم تاني خالص من الأدوات اللي هنستخدمها طبعا كتير وإحنا بنصمم برامج، لأنه بيحاكي الآيفون الحقيقي معاك أو الآيباد على شاشة الماك عندك عشان تشوف شكل البرامج اللي أنت بتنفذها عليه. لو دخلت مثلا على السيتنج، من خلال القوائم اللي فوق دي هقدر أتحكم في حاجات كتير زي حجم الشاشة، السكيل بتاعي إذا كان الحجم 100% أو 2 أو 75، 50 وهكذا على حسب حجم الشاشة عندي. ومن هنا برضو أقدر أرجع للشاشة الرئيسية بتاعتي الهوم سكرين، تمام، وأشوف أشكال برامج كتير من هنا اللي أنا ممكن أعمل زيها. فعندي مثلا برنامج التابد ده، عشان ده سيميوليتر مش هقدر أشوف شكله هنا، ده على ايفون حقيقي هيبان معايا. برنامج اللي هو البيج بيزد ابلكيشن ده بالظبط زي اللي ظهر معايا السكرين، ان عندي اكتر من شاشه، دي اسمها سكرينه كده، اكتر من شاشه اتنقل بينهم يمين وشمال، فده بيديني قالب جاهز بينفذ الحاجه دي. الماستر ديتيل ابلكيشن ده بالظبط زي السيتنج، او زي السيتنج في الايباد، ان عندي شاشه فيها سيتنج قايمه زي كده بختار منها حاجات بتدخلني على ايه، حاجات تانية. والجيم ده عشان اصمم العاب، تمام. وفي حاجه في الازر من تحت هنا اسمها امبتي. امبتي يعني يفتح لي مشروع فاضي خالص وانا اصمم السكرينز بتاعتي زي ما انا حابب، تمام. فاختار من هنا وليكن سنجل فيو ابلكيشن واقول له نيكست. هنا هدي اسم للبرودكت نيم بتاعي، هسمي البرنامج بتاعي ايه، وليكن مثلا سامبل اب، برنامج بسيط. organization name ببساطة يا إما اسمك، اسم المبرمج، أو اسم المنظمة أو الشركة اللي أنت بتعمل لديها تحطه هنا. ال organization identifier المعرف بتاع المنظمة بتاعتك ده بيبقى زي اسم الدومين بتاعك بس معكوس، يعني com دوت مثلا أحمد دوت كذا، تمام.
ممكن يبقى كوم دوت الاورجنايزيشن نيم بتاعك. طب ده هيفيدني عشان الايدنتيفاير ده لما ترفع البرنامج على الاب ستور بعد كده هياخد الباندل ايدنتيفاير اللي تحته، هيبقى ده المعرف بتاع البرنامج بتاعك، بيتكون من اسم الاورجنايزيشن ايدنتيفاير مضاف اليها دوت اسم البرنامج بتاعك البرودكت نيم، وده بيطلع تلقائي من هنا. تمام، جمع دي مع اسم البرنامج. هنا بختار اللغه اللي هصمم لها سواء كان السويفت او اوبجكتيف سي، طبعا احنا هنشتغل سويفت. هنا اختار الاجهزه اللي انا هعمل لها البرنامج بتاعي، ممكن اعمل برنامج للايفون بس او الايباد او يونيفرسال، اي يعمل على الجهازين اللي هو بنلاقي على علامه بلس في متجر البرامج لما بنيجي نحمل اي برنامج. في عندك الكور داتا مش هنستخدمها دلوقتي بس هتفيدنا قدام، حاجه خاصه بحفظ البيانات اذا كنا ندعمها في المشروع وينفع ندعمها من جوه بعد كده. في انكلود يونت تيستس ويو اي تيستس، دي حاجه حصريه للاكس كود 7 ودي حاجه بتسمح لي ان اجرب التطبيقات بتاعتي وليها استخدامات هنحتاجها قدام، بس مش ضروري في الاول سواء علمت عليها او لا مش هتفرق معايا في البدايه. بعد كده هعمل نيكست، هختار المكان اللي انا احفظ عليه البروجكت بتاعي وليكن على سطح المكتب ديسكتوب، واديله كرييت. قبل ما اعمل كرييت في حاجه هنا اسمها سورس كنترول، كرييت جيت ريبوزيتوري اون كذا ماي ماك. ايه وظيفة دي؟ ممكن الغي العلامة دي او اخليها. دي وظيفتها باختصار حاجة هنشرحها شوية قدام، اللي هي خاصة بمواقع زي الجيت هاب، اني اقدر اعمل مزامنة للكود بتاعي وارفعه على الجيت هاب ويبقى بابليك للعامة، او بحيث ان الناس تشارك الكود، او يبقى برايفت كود خاص بيا. تمام، مشروع خاص بيا ويبقى معايا نسخة منه احتياطي على الجيت هاب، وفي نفس الوقت تقدر الناس تدخل لها وتقدر تحدثها باستمرار، كل ما اعمل تعديل ارفع التعديل واقدر اقلب بين التعديلات اللي عملتها كلها من اول تعديل اول نسخة لحد اخر تعديل، فهتبقى كويسة جدا خصوصا في حالة العمل مع تيم مع فريق عشان اطلع بروجكت معين. اديله بعد كده كرييت وكده فتح معايا الاكس كود بتاعي.